والله وقعت يا ابراهيم، مش قلت لك مش هسيبك؟ هتروح من وين؟ والله لو كنت في سابع عرض هنجيبك يا اخويا ابراهيم. ايه وصلوا هم مين دول؟ الحكومه؟ خليك هنا يا نور، ما تخرجيش. استنى، انت كمان مش هتخرج؟ لازم اخرج له. يعني ايه؟ وانا مستنيك اهو. هيقتلوهم. ايه ليه كده يا ابراهيم؟ لبستنا توب العيب وجلابيه العار وخلتنا نمشي في البلد وراسنا محنيه، ما قدرش تهم بوسط الخلايق. بتهرب كيف النسوان وانت الكبير يا ابراهيم؟ الكبير مش كبير بالقتل وفتح حنفيه الدم اللي ما بتخلص. الكبير اللي قال لا للعاده العفشه اللي ما بيقعدش علينا منها غير وجع القلب. انت لسه ليك عين تنطق؟ انتوا عايزين منينا ايه؟ اتهملونا في حالنا بقى. احمد ربنا ان اخواتك خدوا عزاكي وشالوكي من نفوخهم، كان زمانك دلوقت متقطع في ايديهم. مالكش صالح بيها يا حمدان، كلامك معايا انا ما عادش فيها كلام يا اخوي. انت ما خليتش عندنا غير قتلك وغسل عارنا، ليش لما نرفع راسنا في البلد؟ انا ما هربتش عشان خايف من الموت، انا مشيت عشان خايف عليكم، مش عايز الدم يطولكوا ويطول ولادكوا. ما تتمسحش في كلام ماسك ملوش عازم. خلاص انا قدامك اهو، اقتلني يا اخوي. هقتلك يا ابراهيم واخلص من دي. نزل سلاح على طرد دماغك. نزل. ايه ده، انت مين انت؟ ما تقلقش يا خال، احنا معاكي. نزل سلاح صعفان. يلا انت بص لي. نزل. انتوا مين؟ نور لم السلاح. انتوا مين؟ احنا ناس الراجل ده اكرمهم وليه في رقبتنا جميل فبردهوله. ها ليك شوف حاجه؟ ايه اللي طلعك بس يا ولدي؟ ظهرك راجل يا شيخ ابراهيم. جايين تقتلوا كبيركم؟ تقتلوا اخوكم؟ خلاص الغضب عمى قلوبكم للدرجه دي؟ هي سايبه ولا ايه يا خاله؟ انا اتصلت بالبوليس وجاي لامهم دلوقتي. ايه هتجيب الحكومه ولا ايه؟ ايه خفت ولا ايه؟ هتسلمنا للحكومة يا إبراهيم؟ أنا اخترت كتاب ربنا اللي بيحرم قتل النفس، وانتوا اخترتوا العادة العفشة اللي بتحلله، يبقى انتوا من طريق وأنا من طريق. روح يا أخوي، انتوا في أمان، روح. معقول يا شيخ إبراهيم هتسيبهم؟ إخواتي يا ولدي، وإذا هما ما قدروش قيمة الأخ أنا مقدر وحاسس بيه. ده دم يا ولدي، دم. روح يا اخويا. يلا يلا روح. يلا اتكلوا على الله يكشي نحس على دمنا. يلا انت بص لي. يلا انكس. ظهرك راجل يا ولد. تخافش.